بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم متابعين القناة. اخباركم ايه؟ عاملين ايه يا رجالة؟ والله وحشتونا 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 الناس القديمة والناس الجديدة. اهلا بيكم في قناتكم، شرفتونا. طلعت بايكات اهي يا جماعة. الناس قاعدة تقول لي مش عايز شقاوة مش شقاوة، اهي طلعت بايكات اهي، وبايكات من فئة التورينج. ان شاء الله هنطلع على سرعة 200 عشان الناس اللي بتحب الكلام ده. والله ده اعتذار خفيف على جماعة. يعني بصراحة الفترة اللي قعدتها 15 يوم بدون تنزيل فيديوهات، عوضكم ان شاء الله عليكم النهاردة. واقول لكم ليه ما طلعناش قبل كده، فسامحونا على الفترة اللي فاتت دي حقيقي. يعني مهم يا رجالة، الفترة اللي فاتت دي هيثم انت كنت فين بشكل عام؟ طيب الناس اللي ما كانتش متابعانا، لان الحمد لله بدعمكم بقينا بنزيد كل شهر حوالي 10,000، فيمكن في الفترة دي وصلنا 3,000 ولا حاجة زيادة. فالناس دي ايه يا جماعة، كنت فين او كنا بنعمل ايه قبل كده؟ الفكرة ان احنا قبل فيديوهين رحنا عملنا ريفيو على موتوسيكل ب 16,500، وكنا عايزين نسافر بيه. فالفكرة ان احنا كلكم قلت لكم ايه رايكم يا جماعة، انتوا اتحمستوا وسخنتوني. انا كهيثم كان نفسي اعمل الموضوع ده من زمان جدا، ولكن كلامكم سخنني. فاحنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله هنطلع رحلة حول مصر بالموتوسيكل، ولكن خيار الموتوسيكل الرخيص انعدم بنسبة 60% لحد اللحظة دي. ليه الاسباب وايه الحاجات اللي خلت تنعدم؟ هقول لكم دلوقتي. من اهم الاسباب اللي هتخلي موضوع الموتوسيكل يا جماعة الرخيص ده ان هو يطلع، ان في بعض المسافات بين محافظات مصر 500 كيلو. 500 كيلو طبعا مستحيل الموتوسيكل الرخيص ده يقدر يعدي 500 كيلو، ولو حتى لو خدت معايا تنكات بنزين محتاج كم هائل من البنزين عشان يقدر يكمل. فطبعا انت وسط السفر هتاخد معدات التصوير، وهتاخد هدومك، وهتاخد احتياطات قطع غيار وكاوتش ووجع الدماغ ده كله، هتحط فين البنزين؟ فدي اول عقبه، صعب جدا. يعني يمكن انا بالموتوسيكل بتاعي هحتاج جركنين في المسافه دي على التانك بتاعي الاصلي، فهتكون الموضوع صعب نسبيا. يعني تاني حاجه، وهو ان لسه ما فيش اي وكيل كلمناهم ادانا دعم على المنتج بتاعه، يعني يدعمنا بيه لو ان هو يدولنا نقضي بيه الرحله بتاعته، وهيبقى دعايه ليه يعني، ويدينا قطع غيار والكلام ده. مفيش لسه، مفيش اي حد. فبصراحه محتاجين لسه يعني نشوف لو في حد هيدعمنا ولا لا. فان شاء الله طالعين كده كده، سواء بموتوسيكل رخيص سواء بموتوسيكل بتاعي، هنطلع وان شاء الله هنأدي المهمة اللي احنا عايزينها بان احنا نستمتع وان احنا نوري بلدنا بشكل حلو، وان احنا نوريكم قد ايه مصر فيها رياضة حلوة. ان شاء الله هنعرف نعملها سواء بده او غيره. انا بقى ليا 15 يوم اللي فاتوا بخطط هنروح فين وهنخيم فين وهجيب ادوات التخييم منين. يا جماعة ادوات التخييم طلعت ليلة طويلة طويلة طويلة، وبحر كبير مالوش اخر. بحاول كل شوية ان انا اظبط الموضوع، ولكن الموضوع ضخم ضخم ضخم. كل ما اخلص من منحنى يطلع منحنى، انزل واشوف اروح واسافر، مأساة يعني. فده والله اللي خلاني اتأخر الفترة دي، مش عارف اطلع اعمل لكم فلوج اقول لكم هنطلع ولا صعب ولا اقول لكم ايه، مش عارف. فده بصراحة اللي خلاني يعني نتأخر الفترة دي كلها. وعشان نحدد المسار هنطلع فين، طب قالوا عندكم مخيمات ولا لا؟ لان اغلب مصر صعب التخييم فيها نتيجة الوضع الامني اللي موجود، بيعملوا كنترول شوية، فالتخييم بيبقى في اماكن محدودة، التصاريح محدودة. كنت لازم اشوف الكلام ده عشان اقدر اقول لكم احنا هنطلع فين ازاي امتى كل الكلام ده، كنت لازم اظبطه عشان اعرف ان شاء الله في البلوك ده اكلمكم عليه النهارده. فباختصار خلينا نتكلم على الخط سير ان شاء الله بتاعت الرحله دي. بس قبل ما اكمل واقول الرحله دي يا جماعه هتبقى حرفيا مكلفه جدا جدا جدا، فعايزينكم تعملوا شير للفلوج ده، تعملوا شير للفلوجات الجايه. شوفوا اكتبوا اللي نفسكم فيه على الشير، ان ادعموا الراجل ده هيحسن صوره مصر، ادعموا الراجل ده هيعمل سياحه الدراجات الناريه، ادعموا الراجل ده اللي انتوا عايزينه اكتبوه. بس المهم ان انا غرضي الاساسي من الرحله دي ان اكبر قدر من الناس يشوفونا عشان نسوق لمصر، ونسوق ان البايكر ناس كويسه، البايكر بيعرفوا يلفوا، البايكر ليهم هوايتهم، كلام كتير جدا للاخر يعني. فدعمونا بالله عليكم للموضوع ده. طبعا اللي مش عارفين البايكات الاثنين اللي قدام ده فئه التورينج دي
يعني هو ريس بس على شكل مريح كده يعني. يا جماعة لو تلاحظوا عندي مراية ومراية، ليه بقى؟ والمراية دي كمان مش موجودة عشان دلوقتي بعمل بروجكت هنا ان انا اعلق الكاميرا هنا، فان شاء الله لسه بظبطها حاجة وبعد كده هركب المراية، فاعذرونا يعني. اللي قدامي اللي معاه كوازاكي كونكور مش متمكن من القيادة يا جماعة خالص. ليه مش متمكن؟ علشان انا يعني حاسس بيه، انا لسه اول ما ابتديت السواقه كنت زيه. هو مش عارف ياخد كيرفات، في حاجه اسمها كاونتر ستيرنج لازم تعرفها لو تطلع على طرق سريعه وعايز تناور. الكاونتر ستيرنج عملت له قبل كده فيديو ان شاء الله هيطلع لكم دلوقتي، بس لازم تعرفه عشان تقدر تلف يعني على السرعات العاليه بشكل حلو. فهو متردد، اما نقف ان شاء الله قدام هقول له كاونتر ستيرنج ويمكن اصور لكم واحنا راجعين التاثير بتاع التظبيط هل ظبط ولا لا. المهم ان شاء الله رحلتنا هتكون ازاي. رحلتنا يا جماعة هتكون عن طريق ان احنا هناخد خط البحر المتوسط، وبعد كده هندخل على البحر الاحمر، وبعد كده هنرجع من نص مصر من الاقصر واسوان. البحر المتوسط هنعدي على مرسى مطروح، وبعد كده مدينتي اسكندرية، وبعد كده هنروح على بورسعيد، وبعد كده هندخل على مدينة الغردقة، وبعد كده مرسى علم، وبعد كده ندخل على وسط مصر الاقصر واسوان والفيوم. الرحله دي تقريبا انا متوقع ان هي هتاخد شهر. اعتقد ان انتوا هتتمتعوا بفلوجات مش اقل من 20-30 فلوج ان شاء الله. هيبقى فيهم فلوجات متقسمه لحاجتين، الطريق والوصول والكلام ده عشان تستفيدوا بالطريق والجودته عامله ازاي، تجربته عامله ازاي، الكلام ده كله. وهيبقى في فلوج الفسحه في الاماكن دي وتجربه انك تقضي هناك يومين ثلاثة اخبارها ايه. كمان ممكن اضيف حاجة ان شاء الله نحاول نعملها، ان انا نفسي ازور المنشآت الخيرية يعني زي مستشفى مجدي يعقوب في الاقصر او اسوان مش فاكر، في اسوان. نفسي ازور مستشفى القلب مجدي يعقوب، الدكتور الاول على مستوى العالم في جراحات القلب او في امراض يعني علاج القلب. في زي كده اماكن كتير، مستشفى السرطان ومستشفيات كتير عايزين نزورها، عشان انا زي ما قلت لكم هدفي ان احنا نوري مصر للناس، ومصر مليانه الخير. حاجه كمان عايز اقولها باين عليها، هقولها الاربع فيديوهات الجايه. يا جماعه انا يعتبر 70% سعودي و30% مصري. انا مولود في السعوديه وعايش 70% من عمري في السعوديه. فالناس كتير جدا بتحط لي كومنتات وانا بعمل فلوجينج تتكلم سعودي ليه؟ يا جماعه بقول انا طول عمري عايش هناك، فدايما وانا بتكلم دايما اللغه بتيجي يعني لا اراديا كده بتشبك. فدي حاجه يعني اعذروني عليها. وبعدين السعوديه اهلي وحبايبي واهلنا بشكل عام وحبايبنا، فيعني لو جت كلمه اعتبروني يا جماعه يعني مهاجر مصري. فاعذروني على الكلام ده، بس اديني قلت المعلومه دي وهقولها الخمس فيديوهات الجايه علشان 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 تعذروني، ان في الرحله غالبا هيطلع كلمات سعوديه كتير لان هي لغتي الاولى يعتبر، او اللغه اللي اتعودت عليها يا جماعه مولود هناك يعني خلاص، اللي هو النقشه في الصغر زي النقشه على الحجر فخلاص يعني. المهم بقى شيء اخير في الفلوج ده، قولوا لي ارائكم في اللوجو اللي هيظهر قدامكم ده استبدالا عن اللوجو اللي هو ده القديم. يعني انا عايز اعمل لوجو هيبقى على التيشيرتات بتاعتي، وهنعمل لوجو اللي هيتلزق على الموتوسيكلات وهنلزقه على كل حاجه. فكنت عايز لوجو يبان في يعني اسمنا، ولو حد يقدر يقترح لوجو عندكم الايميل عندي في الوصف، اعمل لوجو وابعته لي والله لو تمام هنعرضه على الجمهور. ودي قناتكم ودي اللي انتوا هتشيروها وانتوا بتستمتعوا هنا، فاللوجو ده ليكوا ومنظره لو عجبكم خلاص انتوا الراي يعني 90% من الراي انتوا، انا عندي راي اشراف بس يعني. فشوفوا اراكم يا جماعه وانا معاكم. فاتمنى ان احنا في الفلوج ده اكون قلت لكم يا جماعه الايام اللي فاتت عملنا ايه والخطط اللي جايه ايه، ولكن ان شاء الله الايام الجايه هعمل ستيب باي ستيب معاكم. هننزل نجيب ادوات التخييم مع بعض، وهننزل نظبط الموتوسيكل مع بعض، واقول لكم جميع التشاطيب وجميع الحاجات والديتيلزات والطالع والداخل ان شاء الله هنقولها مع بعض. ولكن اهم حاجه لايك على الفيديو ده وادعمونا بالشير. انا عارف ان يمكن غريب شويه حتى عليا والله ان الناس اللي حواليا محتواهم او يعني غالبا ما بيبقوش مهتمين بمحتوى الموتوسيكلات، بس اعملوا شير للفيديو
علشان نحاول نوصل لأكبر قدر ممكن من الناس عشان يقدروا يدعموا الرحلة دي، وفي نفس الوقت علشان نقدر ندعم فكرة ان احنا في مصر ينفع نتمشى بموتوسيكل. دلوقتي في سعوديين كتير جدا وفي عرب كتير جدا مكتسحين الموضوع ده في السعودية، مع ان انا يا جماعة كنت سعودي اهو وكنت في السعودية، بس حرفيا مصر اجمل من السعودية مليار مرة، والله مش مليون، مليار مرة. وفي اماكن مستحيل تلاقيها، بس الفرق امكانيات. احنا عندنا هنا في مصر صعب شوية امكانيات الكاميرات، صعب امكانيات التنقل، صعب صعب صعب، بس ان شاء الله نحاول نعملها وان شاء الله نلاقي دعمكم، وانا بدعمكم ان شاء الله هنكمل. شكرا يا جماعة ليكم على الدعم اللي فات، ومستنيين دعم اقوى الفترة اللي جاية، وشكرا والله لمتابعتكم لينا وكومنتاتكم الايجابية الجميلة اللي بتتحطوا تحت، شكرا ليكم. عندكم اي اقتراحات للطلعة دي حطوها انا تحت في الكومنتات، او اماكن عايزنا نزورها حطوها تحت في الكومنتات. تخدمني لو عملت تقرير صغير كده 6-7 سطور عن مدينتك، لو انا عايز نزورها تقول لي هي مدينه كويسه عشان حاجه فيها ايه، اكلاتها ايه، حطها لي في الكومنتات تحت. هنبسط جدا من الموضوع ده عشان نحطها في الخريطه النهائيه للطلع، يمكن ان شاء الله نحاول نعدي عليها. فحط لنا المدينه بتاعتك تحت واحسن اماكن فيها ايه ومتاحف والكلام زي ده، وان شاء الله نحط جدول جميل جدا ان احنا نعدي على كل مدن مصر. شكرا يا جماعه لمتابعتكم الفيديو ده، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. استودعكم الله والتي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.